الله وسلم في كل وقت كان وفي أوقات مخصوصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فهو من أفضل الأعمال. حتى قال أهل العلم الاشتغال بالصلاة على النبي أفضل الأعمال إلا السور التي وردت في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، مثل سورة الكهف وسورة الدخان ومثل سورة آل عمران يوم الجمعة. وإلا فالاشتغال بالصلاة على النبي من أفضل الأعمال في تلك الليلة وفي ذاك اليوم لأمره بذلك عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يعتنى بالصلاة على النبي في هذا الوقت خاصة، في بقية الأوقات عامة. في سنن الترمذي إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هلو. ولم يرد من الثواب في شيء من الأعمال كما ورد في الصلاة على النبي، فإن للمصلي عليه بالمرة الواحدة 10 صلوات من الله تبارك وتعالى. قال فإذا قبل الله ذلك فإن صلاة واحدة من الله عليك إذا وضعت لك في كفة الحسنات رجحت بها الكفة. صلاة الله تبارك وتعالى إذا وضعت واحدة يترجح الكفة بيقين. هذه صلوات رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا قالوا لا يجمع الإنسان على الوصول إلى الله ويسر له الوصول إليه ويسر له الشيخ الذي يوصل إلى الله مثل الصلاة على النبي محمد. فإذا أكثر منها من الاستغفار يسر الله له الوصول إليه ويسر له الشيخ الذي يأخذ بيده ويوصله إليه جل جلاله. هذا معنى قولهم إذا قالوا المربين إذا قال المربون فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تربي صاحبه، يعني تكون سببا لسرعة وصوله ولدخول بأحد من شيوخ عصره يأتي إليه ويدخل ببركة الصلاة على النبي محمد من أثر رحمة الله للإنسان، لأن يصلي على من صلى على نبيه بالواحدة 10 صلوات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد كنا يحضر بعض الشيبان معنا في المجالس في البيضاء يقول للناس واحدة بعشر، يحثهم على الصلاة على النبي محمد، كل ساعة يرفع صوته يقول واحدة بعشر، واحدة يعني صلوا مرة واحدة يصلي الله عليكم 10. وبعض أهل البلد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب يلتفت إليه يقول له واحدة بعشر واحدة بعشر صلى الله عليه وآله وسلم. فرح من نشره للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكانت منتشرة هنا عندنا في المجالس وفي الأماكن وفي الطرقات، من حمل جنازة يقول صلى الله على محمد، من دار بما يقول صلى الله على محمد، من دار بالدخون ينبه يقول صلى الله على محمد محمد، وهكذا من تناول شيء صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السنن تحتاج إلى إحياء وإلى تقوية إلى إقامة. والذين ينشرون الصلاة عليه بين البرية يكونون من أقرب إليه، من أقرب الناس، لأنه لهم ثواب كل من صلى عليه بسببهم. إذا ذكروا الناس بالصلاة على النبي قال صلى الله على محمد صلوا على النبي قال صلوا لهم مثل ثوابهم كلهم، لأنه اللي ذكرهم بالصلاة على النبي، فيعلو بذلك قدره عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعضهم وقد كان مسافر مع أبيه فمات أبوه واسود وجهه، فبقي في هم وغم محتار، بيذهب إلى قرية قريبة من الطريق فيقول لهم هذا أبي شاف وجهه مغير، الناس بيتعجبوا منه، ومن الهم أخذته عينه فنام، فرأى رجل أقبل فجاء إلى وجه أبي مسح فتنور، فامسك وقال من أنت الذي فرج الله بكربتي؟ قال أنا نبيك محمد، إن أباك كان مسرفا على نفسه ولكن كانت له صلوات علي، كان يصلي عليه كل ليلة كذا كذا، وإني تشفعت فيه حتى شفعني الله به هذه الصلوات. فانتبه وإذا بوجهه ينور منور وجهه أبيض، راح الظلم فرح، فاشتغل بالصلاة على النبي كل وقت يصلي على النبي. حصل واحد في الطواف يطوف يصلي على النبي، كمل طواف يصلي على النبي،
قال تعال انت قاعد ما تعرف الا صلاه على النبي. قال ايش ما قد كنت مع ابي وحصلت كذا كذا، فهذا شغلي انا خلاص ما عاد اترك الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وكثير من عباد الله في القرون الماضيه كلها. كان سبب قطع الحجب لهم ورتب لهم وسبب الاجتماع برسول الله كثره الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يصلي عليه ويظن نفسه أنه ينفع النبي بالصلاة عليه وأن النبي يستفيد منه يحجب عن أكثر بركات الصلاة على النبي. أنت وفضلك وخيرك من بركته عليه الصلاة والسلام. فإذا صليت عليه فأعتقد أنه السبب الأقوى في وصول كل خير إليك وإلى الكون كله. الله جعله السبب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاستشعر امتثالك لأمر الله، فاستشعر أنه غني عن صلاتك، قد صلى الله عليه وقد صلت عليه ملائكة الله، فمن أنت ومن صلاتك؟ فصلي عليه مفتقرا مشتاقا محبا متولعا معظما راجيا القرب منه عليه الصلاة والسلام تحوز. فقالوا قد يصلي على النبي واحد والثاني يصلي عليه، هذا تأتي صلاة بأنوار كبيرة وهذا ما يحصل مثلها. حالة هذا في الصلاة على النبي تختلف عن حالة هذا. اللهم صل عليه وعلى آله. كان سيدنا ابن مسعود يقول إذا صليتم على رسول الله فأحسنوا الصلاة عليه فلا تدرون لعل ذلك يعرض عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. ورزقنا الله وإياكم كثرة الصلاة والسلام عليه ليلا ونهارا سرا وإجهارا. صلوات ربي وسلامه على اله وصحبه ومن سار في دربه. من يحب ان يكون اولى الناس به يوم القيامه؟ كل يتمنى ان يكون قريب منه. وصاحب الصلاه على النبي يتهذب ويصير من احسن الناس اخلاقا، تنتزع منه الصفات السيئه كلها ببركه الصلاه على النبي محمد. وهذا يدل عليه الحديث ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه اكثركم علي الصلاه. أولى الناس بي يوم القيامة لا، إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فعلم أن صاحب الخلق الحسن مكثر من الصلاة على النبي، وأن المكثر من الصلاة على النبي صاحب خلق حسن لابد أن يكون كذلك، وهؤلاء هم أقرب الناس منه وأولى الناس به في ذلك اليوم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويروى أن سيدنا آدم عليه السلام لما خلق الله له سيدتنا حواء فرآها وقد ركب الله في شوفه مد يده، قال الله له مه يا آدم حتى تؤدي مهرها، هل عقد نكاح؟ قال يا ربي وما مهرها؟ قال أن تصلي على صاحب هذا الاسم 10 مرات، اسم محمد وقد عرفه وقد توسل به. قال أن تصلي على صاحب هذا الاسم مكتوب على قوائم العرش ما إله إلا الله محمد رسول الله 10 مرات، فكانت مهر سيدتنا أمنا حواء الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه. قالوا يقول بعض أهل الذوق وإن جميع الأعمال الصالحة مقتدانا فيها رسول الله إلا الصلاة عليه فقدوتنا فيها الله، ها قدوة فيها أن الله وما يتصلون عن بها أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فنحن نصلي مقتدين بالنبي، نصوم مقتدين بالنبي، نقرأ القرآن مقتدين بالنبي، نتصدق مقتدين. فإذا بنصلي عليه نقتدي بالرحمن جل جلاله وتعالى فعله. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه افضل الصلوات. والصلاه هي الرحمه المقرونه بالتعظيم، المعنى ارحمه الرحمه اللائقه بمقامه عندك ومكانته لديك. ويحب بعض العارفين ان يجعل معنى اللهم صل على محمد يعني اعطه سوله الوسيل ما طلب منك، لو لامته انفد له ما طلب وما سال. صلي على سيدنا محمد وآله. وبعضهم يستحضر معنى صلاة الله عليه التي صلى الله بها عليه، صلي على محمد بصلاتك التي صليت بها عليه، ولا شيء أعظم من ذلك. ومن أعظم الصيغ ما ورد في الحديث من الصلاة الإبراهيمية
نفعنا الله بالصلاة على سيدنا محمد ويسر علينا كثرتها إن شاء الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بالمحبة والشوق والأدب والرغبة والاتباع والاقتداء، وبالله التوفيق.